فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أراد أن يتوضأ وهو لا يريد لا يحتاج إلى الحمام ولا إلى الاستنجاء ولا إلى أجلكم الله غسل السبيلين، هل وضوءه صحيح أو لا بد من فعل ذلك من الاستنجاء وغسل السبيلين؟ الاستجمار أو الاستنجاء إنما يجب عند قضاء الحاجة خروج الخارج، فإذا قدر أن الإنسان لم يخرج منه شيء حينئذ لا يجب عليه استنجاء ولا استجمار. وبالنسبة للوضوء ليس مما يتصل به الاستنجاء والاستجمار، بل هما متعلقان بقضاء الحاجة، بالتالي إذا لم يقضي الإنسان حاجة فتوضأ فإنه يبتدئ بأركان الوضوء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم.